السلام عليكم. جينا نكملوا دروك كنا نتكلموا على زيمبابوي. هذه فريق كما يقول لك فريق اللي الناس بغاو يردوه فريق مغمور، فريق ما كان والو، فريق منا فريق منا. حنا ماناش كيما الناس اللي يردوا بغاو يردوا زيمبابوي فريق عالمي والجزائر ما كان والو. الجزائر فريق عندها اسم تاعها، عندها فريق تاعها وعندها وزن تاعها وعندها لاعبين اللي عندهم شخصية تاعهم. ما ننساوش محرز دا صلاح كلش السنة، غلام اللي راه مستعمر الرواق الايسر في ايطاليا، مبولحي بالتدخلات تاعو في الكوب دافريك اللي فاتت والكوب دي موند، عنده فريق شخصية تاعو. ماندي بن طالب قديورة هني ابراهيمي سليماني، هذو كاع الناس عندهم بالخيزر ان شاء الله بربي ينجح، بالسبعيني ينجح ان شاء الله بربي. نشوفوا هذا الفريق نعطوا حق هذا الفريق الجزائري. حنايا ننبهوا الفريق الوطني ونعطوا بعض الملاحظات للشعب الجزائري على حسب ما نعرفه، على حسب ما نعرفه. حنا ما مش انا راه ندير روحنا مخترعي كرة القدم ولا راه ندير روحنا حاجة مشي عاجبتنا في الجزائر. حنا ما نتكلمو بروح الوطنية الجزائرية، بروح الوطنية الجزائرية 100%. حنا ننبهو هذه زيمبابوي شعرها عندها الميليو تيرا، عندها والهجوم، يلعبوا لي كونتر اتاك، شناهم لي بال تاعهم من لا ديفونس كي تصيب ثلاثة أربعة تصيبهم في لاطاك، يلعبوا لي بال كيما يقول لك الكرات الطويلة من لا ديفونس لاطاك، تصيب الهجوم مع عندهم تناسق كبير ما بين الخط الوسط هجومي وتصيب الهجوم، تصيبه كيما يقول لك معنا ما نهضوا. خاطر شتهم المقابلة لعبوا ماتش كونتر الكاميرون، شت مقابلة أنا شناها في عند ربي شتها في اليوتيوب، بصح شنا مقابلة لعبوا مع الكاميرون، لعبوا تسمى كيما يقول لك فريق ما يستاهلش به. ماشي غدوة إن شاء الله نربحوهم بربعة ولا خمسة يقول لك آه لا هذا ما كان والو. إن شاء الله بربي أنا نتمني غادي نجيبوا كوب دافريك، وعقلوا على هذا النهار اللي أنا غادي نجيبوا كوب دافريك إن شاء الله بربي. والفريق راه واعي، حنا ما غادي تخوفنا لا زيمبابوي لا تونس لا سينيغال. تونس تونس والسينيغال سينيغال والكومبيا والزيمبابوي زيمبابوي والجزائر الجزائر فانيك. علاش نقصوا؟ انا ما نعطيش نقول بلي لا ديفونس ها كي دايره تاعنا، خط الوسط تاعنا كي داير، لا ما نتكلمش على هذو الصوالح. باش احنا شلنا ناس بكلامهم بالحصص تاعهم راهم يبيعوا الخطه للفرق كيما يقول لك لادفيرسير، كيما داروا نهار نيجيريا تكشفهم لونترينير تاع نيجيريا قال لهم نشكر الصحافه والمحللين تاع الجزائر اللي عطاونا سيمانه قبل كي غادي نلعبوا الجزائر نقطه الضعف، قال لك عطاونا نقطه الضعف نقطه القوه تاعهم وخططنا لهم وربحونا بسبب الخونه. باش نهضر بسبب ناس خونه اللي عايشين هنا بالجزائر هما خونه، حوسوا تحطيم الجزائر ماشي فريق الوطني، حوسوا تحطيم في الجزائر. حنا اليوم نعطيه تنبيه باللي زيمبابوي عندها ميليو تيرا كيما يقول لك ما شاء الله، عندها لاطاك ما شاء الله، عندها بعض النقائص في الخط الخلفي في لا ديفونس، تصيب عندهم الدو تاعهم الطروا شويه ثقال بزاف، عندهم الكاب تاعهم يدير مراقبه لاصقه، عندهم الكات تاعهم عنده يخدم مراقبه لاصقه، يلعب مع الخيال تاع اللاعب. حنا شنا بصح الدو والطروا تاعهم شويه ثقال، اللي طلعوا شناهم شحال من خطا داروا لي كونتر اتاك، طلعوا شناهم الكاميرون ولا تغبنهم من على ليزيل. راهم اليوتيوب ديروا تفرجوا تاع الكاميرون مع زيمبابوي شوفوا. انا شفت تفرجت نص ساعه بريمير ميطو، دوزيام ميطو نص ساعه، ديت نظره هذه ليكيب نقطة القوة تاعها ونقطة الضعف. ساك شوية ثقيل بصح الكات يدير 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 داير معاون الساك تاعه، خاطش علاه يدير مراقبة لاصقة 100%. عندهم الدو عندهم الطروا شوية ثقال، عندهم ميليو تيرا وعندهم لاطاك. الله يجعلنا حنايا نستعمروهم ان شاء الله بربي، بن طالب قديوره مع ابراهيمي ان شاء الله بربي نكونوا جدار
جدار في خط الوسط ان شاء الله، ونكسبوا الوسط ان شاء الله بربي، وتكون اللعابه تاعنا على ليزان يكونوا ملاح ان شاء الله بربي، كيما هني ولا سليماني ومحرز ان شاء الله بربي، نشوفوهم يدعموا سليماني بالكرات ان شاء الله بربي، ونلعبوا كيما يقول لك الكرات في الارض. انا شلنا اللعابه تاعو لي ديفونسير تاعو 4 و 5 راهم طوال، شلناهم شحال من الهجمه في السماء، لي بال لي جاي في السماء شحال تما، تغلبوا على لادفيرسير. نتمنى ان شاء الله بربي الكرات تكون تما، اغلب الكرات يكونوا في الارض ان شاء الله بربي، ويطبقوا كيما يقول لك فين يطبقوا خطط التسلل، يطبقوها باحكام. شناهم ثلاث خطرات ولا اربعه قلبوا لي زاتاكون تاع الكاميرون في الخطه تاع التسلل في لالين دورجو، يطبقوها باحكام. فانيك نتمنوا مسلماني يكون متفطن لهذه الخطه، خاطر عليه الا قراوه في الاول الزاوجه يولوا يغبنونا بلي لالين دورجو كيما نهار داروا لنا هنا في الكاميرون قلبوا سليماني 8 خطرات دورجو. نتمنوا سليماني يكون متفطن مع لالين دورجو تاع الزيمبابوي ان شاء الله بربي، الا لعب الا لعب الا لعب بونجناح بانك مليحه هذه هي. ونتمنوا ان شاء الله غدوة ان شاء الله تكون مقابلة قوية، واللاعبين الجزائريين يدخلوا بالشخصية الوطنية الجزائرية، الشخصية تاعهم اللي نعرفوهم باللي محاربين فوق الميدان، مقاتلين من اجل العالم الجزائري. ان شاء الله بربي تكون عندهم يد واحدة، وحنا رانا موراهم ونبدأ موراهم ان شاء الله بربي. وغدوة ان شاء الله يدخلوا يعطوا كما يقول لك يعطوا انذار للفرق الافريقيه ان شاء الله بربي. وانا والله العظيم راني كيما يقول لك راني متفائل، الضغط مكاش على الفريق الوطني الجزائري، والنهار اللي ما يكونوش عاطينا اهميه ان شاء الله بربي نكونوا في الموعد ان شاء الله بربي، ان شاء الله يا ربي. وتحيه الجزائر، وتحيه كاع ولاد الجزائر وين ما كانوا، هنايا ولي في الغربه وين ما كاين، في فوق كل الارضيه، تحيه كاع ولاد الجزائر وين ما كانوا. هذه هي، وتحية الجزائر خويا.